أما إسكارت فأنت Oh!
Yalla dayı. Oh!
들어가면 Thank you.
او ده اتعلم يتقلل من وشك. Ну, вы, вы можете, что они, к нам, 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 к нам
Questo figlio che è? Dopo non se lo so, poi da me li sa male. Questo è un problema. Thank you.
والله العظيم ثلاثة مكملين. شكرا شكرا الحمد لله تمام. ازاي الصعوبات اللي واجهتك عشان النهارده تكسب؟ ضغط الجمهور طبعا، وان انا ببقى لايف على التلفزيون على قناه النيل سبورت، فكل ده كان ضغط بالنسبه لي عشان اول مره اخد التجربه دي. قعدت وقت قد ايه عشان تجهز للبطوله؟ ثلاث شهور كنت بجهز للبطوله. حلو جدا. ايه التكنيك اللي كسبت بيه النهارده؟ اكتر يعتبر النفس والبوكس، دول اكتر حاجه اشتغلت عليهم. انا عارف ان المنافس بتاعي قوي في المصارعه وقوه بدنيه عاليه جدا، فكنت بتحرك عليه والعب معاه ملاكمه. مستعد؟ يعني ايه الحاجات اللي بتجهز لها الفتره اللي جايه؟ والله انا كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اخد حزام بتاع يو اف سي، عشان هي يعتبر رقم واحد في مصر، وبعد كده لو في منافسين اقوياء طبعا يشرفني ان انا العب معاهم، لو ما فيش طبعا الواحد يبتدي يبص بره مصر. رايك ايه في تنظيم البطوله؟ تنظيم البطوله محترم جدا جدا جدا. انها تتعمل في استاد القاهره وفي الصاله المغطاه، دي حاجه ما كناش بنشوفها، وطبعا يسعدني ان انا العب في بطوله زي دي.